الحرشه ديالنا طابت، جابها السي محمد. دابا غادي نحاول انني ندير لها. المهم نتوما بغيتو ديروا لها الكاوكاو، ديروا لها اللي بغيتو. انا غادي ندير شويه ديال المربى، غادي ندهنها بالمربى. داكشي باش ما درتش قبيله الكاس ديال السميد كامل، حيت مازال غادي نديروا بها المربى. اولا اللي بغى يدير لها السيروم ديال الليمون يفزك به، يفزك من الاحسن يعني هكا باش تشرب لينا صافي. وغادي نستمر ندير المربى عليها كامل. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا كل شيء على خير وبخير، وان شاء الله يا ربي تكونوا بصحه جيده. اللي كيدخل عندي اول مره لا فيديو ما ينساش انه يضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش يبقى يتوصل باي جديد ديالي، وهكا ينضم العائله ديالي. هذا فضلا منكم وليس امرا. المهم تحيه للناس اللي بصح تيبغيوني، تحيه للناس حتى هما اللي ما تيبغيوني، تحيه للناس اللي تيهضروا، وتحيه لكل شيء. وما تنساوش راني محتاجه لهاد لاشين هادي، محتاجه البارطاج ديالها، محتاجه لكل شيء. المهم اليوم جيت صراحه تهيت واحد الحرشه، نتوما عارفين اني انا من الناس اللي تيعجبهم هادشي ديال لي كيك، الحرشه، داك التخرب، يعني اي حاجه فيها التخلاط جلات تتعجبني. جيت اليوم باش نشارك معكم واحد الحرشه، واخا دابا انا صورت المقدمه مورا ما صايبته، واخا السي محمد دار واحد ديفو انه حل عليها قبل. المهم انتم كلشي غادي تشوفوا حتى الاخر حتى تكملوا الفيديو. المهم دابا غادي نبدا معكم المقادير ديال الحرشه. هنايا كنحتاجوا جوج معالقات كبار ديال الطحين ديال الفورس. هنا غادي نحتاج الفاني، نتوما هذا النسمه باش ما بغيتو، كاين اللي بغى يدير الحامض، كاين اللي بغى يدير الليمون. صراحه انا تعجبني الفاني. غادي نحتاجو جوج خميرات بوزن 8 غرام يعني 16 غرام. غادي نحتاجو كاس صغير مملوء ديال السكر. غادي نحتاجو الكاس ديال الزيت. غادي نحتاجو جوج ديال البيضات. غادي نحتاجو الملح لتصحيح المذاق. غادي نحتاج رايبين. غادي نحتاج جوج كؤوس ديال السميده، هذه غادي نخليها باش نصايب فيها المقله ديالي. سي محمد راه المقله دابا غادي ندير المقله قبل ما نبدا باش يلا تشرب لي. غادي ندهنها واحد شويه ديال الزيت ديالنا حيت هو خاصو يكون ما يعني ما عامرش بزاف الكاس، راكم عارفين خصنا نديرو نفس القياسة صافي. وغادي نديرها بسميجو بالسميدة. دابا غادي نحط المقيلة ديالنا على جنب باش تنشف هاد السميدة هادي صافي. غادي نجيب هنايا، نتمنى تكون باين ليكم. هنا خويت داك الكاس ديال الما، غادي نزيدو عليه كاس ديال الزيت. غادي نزيدو عليه السكر السنيدة. غادي نخدم هادو مزيان، نخدم على الطريقة مزيان. غادي نزيد البيض. نزيدو البيضة الثانية. صافي وغادي نخدمهم دابا مزيان. صافي غنبقاو نخدمهم بهاد الطريقة حتى تذوب ليا السنيدة وتمازجو المكونات ديالنا. غادي هنا غادي نزيد الفاني، نسيتها كنعيا نديرها من اللول ولكن ماشي مشكل. وغادي نزيدو رايبي ديالنا، يعني رايبي كيبقى يا اما ديرو يوغورت يا اما ديرو كاس ديال اللبن. يا اما انا درت رايبي حيت اللبن ما موجودش عندنا دابا في الدار، قلت غادي ندير هاد رايبي صافي. وغادي نزيد نخدم هاد المكونات ديالي. غادي نزيدو قبيصه ديال الملحه شويه صافي.
نزيد دوك جوج ديال المعالق ديال الفورص مزيان. دابا غادي نزيدو السميده ديالنا جوج كؤوس ديال السميد ديالنا. غادي نزيد الخمارات نفس الوقت اللي غادي نزيدو فيها السميده. حيت ما بغيتش نخلط السميده حيت كتشرب بالزربه باش نخلط المكونات كامله. صافي دابا غادي نخدم المكونات ديالي نخدمهم حتى يحيدوا لنا دوك البقيعات ديال الدقيق وديال السميده. نخدمهم مزيان غادي نبقى نحرك حتى نسالي. صافي هما متسولي على هذا القوام هذا. خاصنا غير نزربوا عليها شويه قبل ما حيت نتوما عارفين السميده كتشرب. صافي وغادي نصب دابا الخليط ديالي بهذا الشكل هذا. ندير هاد العشق نهبطو دوك البقايا حتى حاجة مضيع. صافي وغادي نديروها في الفران دابا طيب ونرجعو في النتيجة النهائية. هاي الحرشة ديالنا طابت جابها السي محمد. دابا غادي نحاول انني ندير ليها المهم نتوما بغيتو ديروا لها الكاوكاو ديروا لها اللي بغيتو. انا غادي ندير شويه ديال المربى غادي ندهنها بالمربى داكشي باش ما درتش قبيله كاس ديال السميد كامل حيت مازال غادي نديروا بها المربى. اولا اللي بغى يدير لها السيروم ديال الليمون يفزك به يفزك من الاحسن يعني هكا باش تشرب لينا. صافي غادي نستمر ندير المربى عليها كامل. المهم من بعد درت الكوك. انا انتم عارفيني انا من عشاق بحال الكريكيك من عشاق. المهم هاهي الحرشة ديالنا وخطرت الاول جيت نقطعها معاكم تهرس ليا. المهم هادي هي الحرشة ديالنا صراحة كتجي زوينة وهشيشة. المهم كتجي هانتوما مكتجيش مدقسة. ونخليكم في امان الله نتلاقاو في فيديو القادم ان شاء الله.